صباح الخير. ايه ده؟ ايه بتضحك على ايه؟ ايه ده يا شيخ؟ يا نهار اسود، تمشي في المكتب؟ نسيت بقى، اوكي نسيت. مسخره، منظرك يا لهوي. لو الناس شافوكي كده. مش معقول. بصي خليك مكانك كده، خليك مكانك، ثانية واحدة وجاي. أنده لكل الناس. لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك؟ وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها. أخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى الذي في عين أخيك. وغالباً وقتها هتكتشف إن حالك من حال أخوك، وهتبطل تحكم عليه.